بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف خلق الله اجمعين الذي يحدث في السودان هو خيانه عظمى لا اعتقد انها ستتكرر في تاريخ العالم قرانا كل التاريخ قرانا كل الكتب قرانا كل الخيانات التي تمت في التاريخ لم تكن هنالك خيانه اعظم من الذي يطبخ في السودان حاليا وتدور في السودان حاليا الوقت حرج جدا للمساس بالقياده سياسيا لكن عندما تضع القياده رصيفه الوطن والتراب ليس يكون هنالك وقت مناسب او وقت غير مناسب جيش كباشي انت من السودانيين الوصلاة في هذا الوطن ما داري نتكلم في تاريخ ولا داري نتكلم في سلوك احنا آسبجينا في تراب نحو البرهان جانبا ما تعني له اي حاجه عد البرهان خليه في الجانب استلموا اداره المعركه وكل الضباط المعاشين الرجال انا بعداده الحركه الاسلاميه يجيبوا مراجعين وديروا المعركه لانه بقينا في عرض وطن نحن حاسه البرهان يبعد من القياده الان ليه لانه البرهان عنده ارتباطات وعلايق مع الجنجويد كابينيا كابينيا كامله ومداير يخسر الزول ده ليه لانه عنده بيزنس وقروش مليارات الدولارات القاعدة بره برا الرصده بتاع الجنجويد ده وده السيف في الامارات وفي قيرة دي لخطوطه عنده خطوط وزاته مع الامارات. خلونا نتكلم في الموضوع ده لانه خلاص ما فضلت حاجه ثاني ما فضلت شيء. تحمل المسؤوليه يتحمل المسؤوليه والرجاله والحب حب التراب ده وقته ما عنده وقت ثاني ويهدى اليوم بتاع السكين بتاع اليوم الاسود يهدى من من اخر الحياة برهان يقبل في الهدن، البرهان يقبل في تمييع القضيه، البرهان يمرق رجلينا في الكيزان العتايد الحيوانات يمرقهم لنا عشان يفاوضوا بالسودان وعشان يتسكوا. ما في ما في كلهم اللي قاعدين في كل السفارات دي كلهم كيزان ما في زول دار يتكلم ولا في زول الخارجيه غايبه وزير الخارجيه ما في من اول يوم المفروض كان يكون برا انضم بس انضم النظام اذا دا ما دايره لكن انت مع الجنجويد انت عندكم كلكم عندكم مصالح مع الجنجويد اولادنا الاشاوس البكاتلو في الشارع ديك كلمه الاشاوس دي تاني ثاني ما بقول انا لانه بقولها الواطين ديل اولادنا النجوم ديل البكاتلو في الشارع ديل اولادنا الجيش السوداني النظيف ده اولاد اطلقوا يدهم اطلقوا يدهم لانه ما فضل لنا شيء كباشي خلاص البران ده خلوه يقعد خلوه يقعد ما تقتلوه لا خلوه يقعد بس خلوه يقعد يستلموا زمام اداره المعركه دي وامر الصواريخ القاعده دي كلها انتهي من اي حاجه ما ما فضل لنا شيء ثاني يا اخواننا تراب ده انتهى انا حتى اقول لك كلام شيء بالراس اللي بيحصل شنو الحاصل شنو حولك هسه والجايك شنو اصلا يا <applause> اخواننا ما ممكن قلنا كل دقيقه بتتكسر نحن بتكسر فيها بتكسر فيها التراب خليني من من واحده واثنين وثلاثه وقتلوا وبت... خليني من ده يا اخي برهان متماهي مع الجنجويد من بدري جدا وتماهي البرهان ده كان واضح وكانوا في القياده ورافضين بعض الناس في الجيش لكن ما كان عندهم سي ولا كان عندهم توضيح وده برضه جبن منهم لكن الحق جبنك ده صحيح وحسا يعني كان برهان ده عنده تواطؤ وتماهي مع الزول ده وخطه بتاعت قسمه سلطه واحد فيهم يبقى وزير دفاع ومسؤول الجيش والثاني يبقى رئيس الدولة لو ما كانت دي الخطة الأساسا مرسومة يعملوها مع بعض ما كان خلاه ومكنوا من أراضي الدولة السودانية وعمل له وحدة بتاعت أراضي وجاب ما خلى الدنيا يدخل أي محلة والجيش مواقع الجيش كلها خلى فيه عنده فيها 50% في حتات عنده فيها 70% في حتات شالة كلها بتاع الجيش قعدوا فيها ناس ودير وقعدوا هسر يعني دخلنا في الورطة دي منه دخلنا الزول ده ما دارين نتكلم في التاريخ احنا لكن دي, دي خطوط التواطؤ اللي هسي كل يوم بتظهر انه الناس متمكنين من محل مكانهم منو مكانهم الزول ده ومتواطئ معاهم وفاهم الحاصل يبقى لهذا السبب لابد من انه الزول ده يمرق هسه ما عندنا ما عندكم حاجه ما عندك مع اي حاجه الزول ده لازم يطلع من من التشكيله بتاعت اداره الدوله دي هسه لانه بقينا في التراب احنا خلاص يعني الاجانب ديل طلعت لهم جنسيات وهسه حوريك كلام أخطر من الجنة ذات قبال كده الأجانب الجدد الريك بوتات شرات خلوبات خرطوم دي هو عارفهم البرهان عارفهم ديل أجانب وعارفهم عندهم علاقة بالسودان وعارفهم عارف أي حاجة سمح بيه لأنه عنده مليارات الدولارات معه ذهب السودان المقصود ده عنده في شير أصلا في زول إخواننا السوداني أصيل في قيادة الجيش وعنده سلاح في يده بخلي أجانب يجوا يمسكوا ما 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 إنتاج الذهب وتصديره وكل حاجة تعال شوف الحاجة الأخطر من دي أقول عليك أنا حاسة الليلة من بعد اتقفلت الحدود التشادية السودانية واتقفلت الحدود السودانية مع أفريقيا الوسطى وانتشر الجيش الفرنسي هناك وخدت شغله كله واسلحته وأغماره وكله هاي المحلة دي انتهت اتقفلت على باب الجنجويد ما عنده حاجة هناك تعال شوف من التاريخ الصدر فيه القرار ده حصل شنو كان أصلا حصل شنو من اليوم ذاك من اتقفلت الحدود دي بدت الافواج الأساساً كانت معده في افريقيا الوسطى عشان تجيك هنا والافواج في في مالي والافواج في النيجر وكل الافواج دي المعده اصلا عشان كانت تجيك عبر البوابه الفاتحه دي لابسين ملكي لابسين ملكي اوريك انا الجيم الخطير هنا شنو؟ الناس زي اللي بيجوك لابسين ملكي يدخلوا من هنا الب... الحته دي اتقفلت اسئله عسكري لا مدني ما بمر بالمحلات دي. الناس زي المشوين وين؟ التفويجات دي مشت وين؟ ما هم 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 شوف الجنديين أن بيفتكروا انه خلاص هو انتصر على الـ على الـ على الـ الجيش السوداني وفضل له قصه صغيره كده لعب صغير كده يخلص منه. عشان الناس دي بعدها تجي بدا التفويج من هناك لموين؟ لليبيا. وده الكلام انا قلت لك الحق الحدود الليبيه في بوست قبل شويه. مشت المجموعات دي كلها من الدول دي وكلها القبائل اللي عندها علاقه بالقبائل تحت الناس دي وامتداداتهم في الغرب الافريقيه كلها. كل الناس ديل جو هسه كلهم في ليبيا وفي جزء كبير منهم جاء ودخل السودان اوريك انا حصل حاصل شنو بيدخلوا كيف في قبيلة تابعة امتداد قبائل المحاميد في ليبيا دي القبيلة اللي هناك ورتبت كل الأمور في المحطة دي الناس دي في غضون ثلاثة أيام في غضون ثلاثة أيام الناس دي عندهم أكثر من سبعة وستين ألف ركز في الرقم ده كويس جدا وستين ألف مقاتل شباب صغار 17 سنة و 18 سنة و 15 و 14 وكله أوتهم القبائل دي هناك وفرت الإمارات القطاع المالي وكل الحاجة المطلوبة هناك توفرت الناس ديل اتحركوا وبدوا يتجمعوا في أجدابيا وبازربة وفي الكفرة ومن الجنوب اتحركوا الجنجويد التشادين التابعين لحركة الأمين جو جو القاعدين أساسا في الحدود ديل ما في جزء كبير جد منهم هنا إما دي قوات عتادة وعدد عدد ناس 62 ألف المجموعات دخلت أول هنا عندهم مجموعات بهكب وعندهم مجموعات قاعدة مع حفتر دي كلها جات حسا وصلت جزء منها كبير جدا داخل السودان أوريك أنا ماش بيمشي كيف القصة بتصل الحتة دي كيف الناس ديل لما نوصلوا هناك في منطقة اسمها أم الأرانب برضو دي واحدة من التجمعات بتاعتهم هناك في الكفرة وحتى اسمها مرسب برضو في ليبيا طبعا المناطق دي الهسي اللي اتكلمنا عنها دي وصلت عربات من من السودان من الخرطوم العربات اللي اتنهبت دي شوف العربات اللي من الخرطوم الكتب بتتفرجوا فيها دي العربات دي مشت ليبيا مشت لشنو؟ مشت تجيب الناس ديل النمر السودانية ولا تغيرت على الإطلاق مشت وين العربات دي كلها مشت وقفت في المثلث لأنه في شركة هناك بتاعة رئيس الجنجويد عاملة شركة تنقيب جملونات قدر الليلة وبكرة ودي كلها هسي مليانة ألاف الأشياء قاعدة في الحدود السودانية دي المربط بتاع تجمع هناك بتاع نازيل نازيل ما متحركين بسلاح قصة السلاح فيها الحركه هسي حركه سفر بيشهدوها السودانيين اللي قاعدين في ليبيا ممكن يصححوا كلامي اللي بقول فيه ده في حركه سفر شديده جدا بين الكفره والدابية متحركين فيها النازل متحركين فيها النازل في الكفره ده المربط بتاع اللعب ده مربط الفرس هنا في الكفره بتم التجنيس واصدار الارقام الوطنيه بالعده اللي تكلمت لك عنها قبال سنتين اللي كانت بتصدر الارقام الوطنيه والبطاقات الوطنيه وين؟ في النيجر جبت عليك هنا بالاسم وبالموقع الجغرافي وبالمدينه كله قاعد هنا نفس العده دي قاعده هناك ليوم الليله عده قاعده بيطبعوا في الاوراق الارقام الوطنيه والبطاقات اي زوجة من هناك بياخذ ورقته دي اول حاجه بياخد ورقته دي بيجيك يدخل السودان في عينك بيدخل السودان يمر عبر النقاط الثلاثه اللي انا حوريك ليها حسي بيصلوا بيها لحد ما يصلوا المنطقه بتاعه المثلث دي ومن هناك بوريك انا بيصلوا البلد كيف الفلسفه الموجوده هناك قاعدين بينوروا فيهم كمان تنوير لعشرات الالاف من الشباب السودان بينوروا فيهم هلكم هناك محتاجين لكم اخوانكم بيقاتلوا في السودان لانه البلد ده حقهم البلد ده حقهم هسه وطردوا منه كل العبيد وما خلوا عبيد قاعد هناك وفي ناس بيسموه الجلابة قاعدين جلزان طردون خلاص البلد البيوت السمحات العمارات كله هسه قاعدين فيه اهلكم هناك والجيش ده ما عنده الا طياره بيقتلهم بالطياره دي لغه الناس اللي بيكلموا فيهم بيضرب بالطيارة وما دا يضرب ناس وده لانه عنده شويه ناس عبيد قاعدين لسه في الخرطوم ما دا يضربهم لسه فانتم لازم تمشوا تناصروا اهلكم ديل عشان البلد يبرد لكم كل البلد يبرد باللغه دي عشان البلد يبرد لكم وكل الغنائم دي بتلقوها بيوت قاعدين العبيد ديل بنوا البيوت وفرشوها وجاهزه لكم كله جاهز لكم والمويه البارده وكل الحاجات كله جاهز وتلايات وعربات كله جاهز غنائم كلها جاهزة حقتكم وعيال دقلوا بيقعدوا في الحكومة بعدين انتوا بتتوظفوا بتقروا تتعلموا وتجيبوا اهلكم كلكم وتبقى البلد حقت الحرب الطرق ما يقلوا فيها عبيد قاعد والامارات قاعده معانا والسعوديه قاعده معانا خليهم يجوا الكلام ده العرب قاعدين معانا الامريكان قاعدين معانا كلهم ده ناس بيساعدونا ما تسمع الكلام ده ساكت ديل كلهم ناس بيساعدونا احنا نشيل البلد دي حقنا بعد خلاص دي المخاطبات بتاع قاعدين بيعملوا مخاطبات في المناطق بتاعت المحاميد في ليبيا يجب مناصرة العرب كلموا الأولاد ديل أهلكم هناك قتلوا قتلوا من عيالكم ديل كميات وقتلوا من عيال حامد كميات وقتلوا من عيال ما بعرف كميات الأسماء دي كلها لازم تمشوا تشيلوا التار وتشيلوا العين حقهم الكلمه حقتهم العين حقينهم تشيلهم قاعدين هناك جروا خلون جروا خلوا العين حقينهم تشيلوا العين تشيلوا البيوت كله جاهز في محلك قاعد بيتكلم بخاطف فيهم عشان يولدوا عرب دين ما عبيد انا ما كلمتك يا سفيان قلت لك الناس زي قالوا نحن إن عبيد انت ده ما محل بتجيب فيه شوف الجنسيه قاعده هناك صار الليله احنا كنا بنتكلم في موضوع الجنسيه ده بالسنين الورق ده قيف ما في يا هم ديل هسه طيب الفكره حتمشي كيف بعدها بتتفوج الناس دي للمثلث ده عبر الكفره وسبها بيمشوا بيصلوا الشركه بتاعت التعدين بتاعت رئيس جيد القاعده دي هناك الشركه دي السودانيين سمعوا بها الزول ده عمل الشركه دي تعارفه المثلث ده من المناطق الحدوديه الخطره جدا بتربط ثلاثه دول انت عملت فيها ثبتت فيها اقدامك هناك كيف الكلام ده؟ ما الزول ما بقصه الهجره وما ادراك المواقع دي بنوها الاوروبيين ليو. ومشى وقعد فيها والبرهان قاعد وعارف يقول لي مره بتاع صالح مع الكلب ده الخط عن طريق الكفره للمثلث فيه ثلاثه نقاط ارتكاز ليبيا ليبيا والليبيا اللي قاعدين هناك دي المحاميد القاعدين قاعدين المحاميد الثلاثه نقاط دي بقى نحن انضربنا مشكله ارتكاز المدخل الاول الثلاثه ارتكازات دي بتلاقيك وانت مارك مدخل الكفر الرئيسي ده اول ارتكاز والجماعه من الجهه الشرقيه وده بيوازي غرب السودان في الموقع الجغرافي المرتكز الثاني مسمينه البوابه السلفيه ده الثاني ده في وسط الصحراء صحراء الله اكبر البوابه الاخيره هي البوابه الدبابه ودي اخر بوابه منها وانت بتدخل المثلث من حدود الثلاثه مناطق دي قاعدين فيها المحاميد وقاعدين فيها صارفين عليها الاماراتيين وصارفين على ضر خط اللي حيقتلك وريتك انا الجنجويد الاجانب من هناك بيتحركوا بالاوراق الثبوتيه وفي فلسفه عاملاها ليبيا بتطرد في السودانيين والاجانب المعاون كلهم اي زول يمرك يمشي ام تمشي المثلث دي اللعبه اللي عاملينها سياسيا عشان يعملوا بها كفر لده لانه انا ما عندي انا قلت لك لما تكلمتك وبتكلم في الكلام ده طول احنا مسبوحين دبلوماسيا احنا ما عندنا زول بينضم ما الحقائق في موجوده لكن ما في زول بيثبت الحقائق والحقائق لما تطلع في الميديا وتطلع في الاعلام اتليست الناس الشغالين في الوسخ ده بيجيفوا بياخذون وقفه عشان انت تعرف ترتب امرك من جديد ذبحت التراب كله الناس ديل بيتحركوا كالاتي لابسين ملكي تلاليب وكداميل تقول له سلام بيطلع لك الجنسيه قال للسودانيين القاعدين هناك قالوا نحن دعم سريع ماشيين السودان عشان ننتهي من الكيزان انت ما بتنتهي من الكيزان الكيزان ما هم ذيلك قاعدين انت مالك قضيه بالسودان؟ احنا بنتكلم في الموضوع ده بالسنين، عنا طلعت لحد الليله في واحد يقول لك لا لا الجيش ده جيش كيزان. الناس بيحتلوا في البلد حيوانات، الناس بيحتلوا في البلد يا بهايم. استغفر الله العظيم، يا اخواننا انا موجوع على الترابي ده. فما اتحمل مني الحاجات اللي بتطلع من الناس هنا وهناك، اتحملها مني، لانه انا موجوع على شوف الطرق دي من هناك من المثلث ده او من المعسكر هو معسكر اصلا قال دي شركه بتاع التنقيب عميله بتاع جنجويد ده ده معسكر اصلا بتطلع منه طرق مختلفه في طريق الطريق الاول ده بيطلع من الكفره بيطلع بالبوابه دي بمر بدا لدارفور طوالي الطريق الثاني ده بتاع المؤن والعتاد الطريق ده بيمشي الناس ناس لابسين كداميل ولابسين جلالين ويمشوا هناك بيقلعوا الكداميل دي وبيديهم عندهم رقم اصلا معد يعني تتخيل انه في مده ثلاثه يوم ثلاثه يوم الله يرضى عليكم السودانيين في كل مكان في مده ثلاثه يوم احنا يكون مطلعين لنا اكثر من مئة الف رقم وطني وبطاقه حاجتين اثنين كنت بتكلم فيهم من زمان الارقام الوطنيه دي والورق ده اللي بيطلعوا به البطاقه بتاعت الرقم الوطني دي، الحاجات دي قلنا لهم بدري كسروا اعمل واحده جديده، اصدروا اشياء جديده، لكن لا هو في ناس بايعين للجنجويت يعملوا اشياء جديده ليه؟ التراب ده مالهم ومالهم، ما بيعرفوا خطوره الورقه دي شكلها شنو كان؟ الورقه دي شكلها شنو كان؟ مش قالوا ما في ورق، ما في جوازات، ما في اي حاجه في السودان، نازل عندهم جوازات وعندهم اي حاجه، جنسيه واي حاجه عندهم. وبيجوك بها داخلين ما تقدر تقول انت ما بتدخل او لو تكلمت يقول لك انت عنصري لانه نحن بنتكلم والضمي وكلام زي ده يا هذه يا هذا الطريق يا بابسط يعني نحن ما ممكن نكون بهايم للدرجه دي يعني بلد في حرب يدخلوها ناس كيف الطريقه الثاني دل اللي بتمشي بول مؤن والعتاد ودي الكارثه الكبيره هنا دي الكارثه الكبيره هنا انا عرفت لك بالضبط ال ال بتاع الليزر اللي بيشيلوه في الكتف ده كان شايلو في ده بيجا كيف ده جاء عبر عشرة شاحنات عشرة شاحنات شايلات البتاع ده بس ليه؟ لانه قالوا نحن النازل غير الطيران ده حاجه قتلتنا ما في احنا بس الطيران ده نصل حده بعد ذاك البلد حقتكم بارده بس الطيران ده هو ده الفضل تاني ما عندنا حاجه نحن الطيران ده ما قدرتوا ليه؟ قالوا لانه ما عندهم فيوزول قلت الكلام ده خطورته كيف؟ ده في واحد سوداني قاعد بتونس هو ده اللي قال لنا الصوره دي كلها، في صور وفي فيديوهات في كل شيء. ده لابد بين احنا اي زول بيجي يتفاصح. قال له نحن بس شوف الناس ديل ما اه ما احنا بس الطيران ما عندنا في زول لسه لكن بنوصله ما سبيف بلد بتورد شفت اللغه دي؟ شفت اللغه دي؟ الطريق الثاني ده اللي هو بيمشي بينتهي عبر الصحراء ومداخلهم هم بيفهموها كويس جدا والناس اللي بيندم مجاد في الصحراء بيعرفوا الحاجه دي وفي ناس شاديين خطرين جدا في الصحراء اللي هم منتمين لقبائل العريب ديل والمعارضه بتاع جو ده هي دي برضه فيها ناس متخصصين في الطرق ديل قاعدين مدينهم عربات من اجود العربات ديل هم بيتحركوا معاهم والثريا موفر من الامارات وكل حاجه نازل بيمشوا في خط من المثلث ده بيمرقك في منطقه الحمره ومن الحمره دي طوالي منها المالحة طوالي ما في تاني خلاص انت بينك وبينهم دورمان خلا ما في شيء تاني ولا, فيهم ولا في جهه متابعه ولا في سوداني بيبلغ عن حاجه ولا في الناس دي كلها ساكته بس والعربات دي جات مره بت سودانيين وشافوها شافوا الحديد ده لحد ما وصل قندهار شافوا السودانيين بعينه كلهم والتاني في الطريق بتاع مليط بتاع مليط ده بينزل في وادي هاور في وادي هاور انت الاباده الجماعيه اللي حصلت في الجنينه دي انت ما دي لانه المحطه اللي مرتبه عشان يترتب فيها طيران من هسا اقول لك ومنطقه زرق دي تكلمت لك عنها لناس الجيش تكلمت لك عنها اعلن في منطقه زرق دي لو في مواطنين شوف احنا امم متحده ولا ممنوع الطيران ولا ممنوع احنا احنا بعد ده في ترابنا احنا احنا في ترابنا كسر اي قانون دولي اي قانون دولي تكسر لهم في راسهم اي قانون دولي كيف الكلام ده دكتور انتم ناس بتاعين سياسه وناس بتاعين علوم شوف العلوم والسياسة والمعرفة وكله يسقط لما يبقى التراب on the لما يبقى ترابك ذاته وحياتك قول لي قاتلي رصاصة في راسي أنا دار تقتلني أو دار تقتل ولدي أو دار تقتل زوجتي ولا دار تقتصب زوجتي أنا هنا بكون معاك بفكر بعقلية الدكتور أنا ولا بفكر بعقلية المستشار ولا بفكر بعقلية صانع سياسات ما بفكر بده ما بفكر بده بفكر في انه انجد معك اللغه بتختلف والطرائق بتختلف كله بيختلف انه انا بقيت في محكة التراب بتاعي بقيت في محك التراب لازم منطقه زرق دي تدوم اعلان ترسل رسائل تعمل اي حاجه اي مواطن هناك مدني يمرق اي زول مدني يمرق رغم انه انا عارف هم قاعدين دير هناك ديل منهم هم لكن اي زول انسان بشر يمرق من القصه دي عشان الحته دي تتردم تتردم باي حاجه باي سلاح باي مصيبه زمان تخلص تخلص لانه هو عنده الاستراتيجيه الثانيه بتاعت الغرب والغرب لانه الغرب الناس اللي شايلين السلاح فيه متماهين مع بتاع الجنجويد وبيذبحوا في اهلهم متمه... ده موضوع انتهى ده ما بيتقفل انت هناك ما عندك حاجه الغرب ما عندك فيه حاجه مواطنين السودانيين الشرف هناك ما في زول بيدافع عنهم ما في فانت ما تقيف والغريب بيجيك منه الماساه ذاتها الدخول ده كله بيدخل عن الطرايق دي الاسلحه المتقدمه كل العده دي وجايبين لك عده متقدمه اكثر من اللي عندك من اللي عندهم دي اصلا لانهم هم فيهم وما في شيء غير اسمع الخطوره اللي قلتها لك قبل شويه قال ما عندهم الناس في الطيران شوف احنا مضروبين بالخيانه قدر شنو شوف البلد ده مضروب قدر شنو مضروب وين باشر ورانداز بيحو من الصوره اقعد عادي لانه التراب ده إنتوا حقكم وبتعرفوه حق تعرفوا كويس تعرفوا التراب ده كويس وبتفهموا كويس وانتم غير اصولكم دي في الوضع دي ما في جذور ما في ثاني ما في وده ما محل بتاع ده شايقي ولا ده جعلي ولا دا. احنا بقينا في التراب ولا ده ولا ده نيل ازرق ولا ده نيل ابيض ولا ده دا دارفور ولا ده دا بقاري ولا دا. احنا بقينا في ترابنا الاساسي وفي طرق في طرق كمان قصيره جدا عرفوا الجماعه ديل النابهين ديل دي, دي بتدخلهم درمان طوالي من المثلث ما بتلاقيك اي حاجه صحارى لحد من درمان بيمشوا كيف؟ علمهم عند الله عندهم ثريا عندهم علمهم عند الله نازل في ستلايت بيوديهم بيوديهم اتجاهات في جي بي اس بيدنا عليهم ما في ما معروف بيصلوا النازل بسرعة شديدة جدا وبيمروا عبر المحطات دي كلها وبيصلوك هناك لابسين ملكي بيتصل العدة قدامهم بيصلوا أقرب ارتكاز للخونة دين عشان كده قلت لك الارتكازات دي ما تخليها ذات أصلا ما تخليها مكانة كانت الخسائر أي أقرب مرتكز بيصلوه بدون سلاح طوالي والنازل دي بيعرفون دين ناسهم كيف تعال نوريك بيعرفون دين ناسهم كيف باللغة أبداً اي جروب ماشي لاي حته عندهم كلمه سر وكود لو ما وفرت يعني الاثنين هم ما بدوك سلاح تقول لي انا عندي شغل قاعد انا امشي افاوض قلت لك انا التفاوض ده خليه للسلك الدبلوماسي خليهم يفاوضوا دي لغه خليها براها لو تفهمني لازم يكون في اي خلي الباب ده فاتح مو انت لكن الشغله هذه واضحه هذه واضحه الشغله دي فيها لغه واحده ما عندها لغتين لغه واحده بس ما فيها تاني ما فيها ولا امرك هسه ما لي صدومك دي كلها امرك الكاتب كله زول يمرك سلمونا المحطه خارج خلوني يجوا يعملوا مملكه الدقلو وممكن يسموها مملكه الدقلو احنا ما صرنا من يومنا بهايم علمنا اللي استغلينا بدا غيرنا للعلم العروبي الساقط ده اصلا من يومنا ما عندنا نوصون احنا يا اخي ما ممكن تنحدر القصة القصه الدرجه دي يعني ما ممكن ما ممكن كلمنا قلنا لك العالم كله متواطئ المفروض السودانيين كلهم يفهموا اللعبه دي بعد ده يفهموها ما المفروض يجينا اي زول ثاني يتكلم لنا يقول لنا انا مع انا ضد ديل ما المفروض ده ما المفروض يحصل اصلا لانه نحن في عرض التراب خلونا في مساله السياسه دي بعدين ثاني بعدين لما التراب ده يبقى ولما يتحرر الانسان السوداني من الخوف والموت والهلع في بلده والاقتصاب والزلة الطريق الصحراوي ده طريق سريع جدا من المسلس طوالي لغنتار طوالي والناس في طريقهم هم بدهم الطيران لما تفسحوا ساي شوف حوم ساكت في الجوده شوف البلد الحاصل فيها شنو خذ جوله في سماء الله ده شوف الحاصل شنو في الحدود دي شوف الخطوط دي الحاصل فيها شنو التشادين بارك الله فيهم والفرنسيين بارك الله فيهم قفلوا لك الحدود ديك بهناك يبقى عندك جهه واحده تركز فيها وتلحق هن في في دارفور هن ديل كسر اي قانون يا اخي حصل هن ديل طياره طيارتين ضربه ضربتين بتدي الناس ديل نفس ودي السودانيين برضه نحن محتاجين لهم ديل هن ودي الواطن في المعركه هي اساسا المعركه في دارفور المعركه بتاعت العالم واليورانيوم في دارفور زي ما قلنا لك والمياه الجوفيه في دارفور هي ما هنا دي كلها شوف الحارب في خرطوم، الحارب في ربيد، الحارب هنا وهم قالوا حينقلوا الحارب للشمال، اوريك بنقولها بالشمال كيف لانهم بيجوك داخلين النازل لو وقفت المعدات دي وقفت هناك وجو الناس بالبصات نزلوا قعدوا معاه بيرفعوا العده بيدور لك عارف في المنطقه دي. الموضوع ما بيكون داير له درز مؤن في ال 24 ساعه اللي دي بس دخلت 150 شحنه بتاعت وقود المثلث آه 24 ساعة فاتت دي دي معلومات من محلاتها هناك ناس قاعدين في المثلث انت تقول لي هن هن بتاع شنايخ شوف اسمع الفيديو بتاع الاغتصاب الحايم ده راي الحريه والتغيير فيه شنو؟ رايكم شنو اخواننا الموضوع ده؟ ولدينا ناس لبسوا لبس الدعم السريع واغتصبوا الناس عشان يخربوا سمعه الدعم السريع طفلكم المدلل هذا لم اراه جهلاء في السياسه في عمري العامر مثل افراد الحريه والتغيير وكل من يقف مع الجنجويد لم اراه ولن اراه في حياتي امثال هؤلاء خونه يذبح وطنك وتغتصب حرايرك وانت يا في لون رمادي ولا مع الجنجويد لعنة الله تخشى كل الخونه رغم كل ده اعلان حاله طوارئ واي متحرك في اي صحراء وهدف اعلن في الميديا اعلن في المي... احنا مسبوحين دبلوماسيا واعلاميا اعلن في الميديا اي جسم متحرك في اي موقع هو هدف عسكري ده. وامشي طياره طيارتين دق بال مع بتاع بتاعته دي هناك شركه تجنيد قال شركه تنغيب قال تنغيب شنو هي تجنيد في حقيقه الامر مليانه وقود صاروخ واحد بيولعها كلها بيحرق المحل ده كله تاني ما بكون في محل يتجمعوا فيه ويتحركوا فيه ويجوا وفود الجاية دي كلها أكثر من مئة ألف شباب صغار جايين كلهم مخرطون ليه؟ لأنه ورون ساقوا العربات حقاتنا مش وروا لهم قال لهم دي الغنائم وشايلين صورهم في الفيديوهات دي للنسوان هناك قاعدات ودي قاعدين البيت ده وال والبنات دي كلهم هسه كاربينون كاربينون إحنا قاعدات هناك ده كلهم تمشي ترقوم هناك قاعدين وبنمشي من حلة لحلة نقرب البنات كلها قال لهم ده ما في رجال هناك ما في كلهم سافروا هربوا من البلد أنا لما قلت لك أمرق من المدينة عشان تكسر الجنجويد ده كله هنا كنت قاصد ده عشان ما يحصل أي شيء في الدولة وتهزم هنا وتكسر كله القصر الجمهوري دارين باش إحنا دارين باش القصر الجمهوري إحنا احنّا القيادة العامة دارين باشنو أصلاً مصفى جيلي دارين باشنو تكلفته 20 مليار ولا مليون مليار دارين باشنو الحتة دي نحن جبر العمارات الرجع في دارين باشنو نحن دا. دا انتهي من الموضوع ده انتهي من الموضوع ده البلد بينتهي يا يا تنتهي تتكسر المباني تتكسر المباني بلدان بيبنوا الناس الأجيال القادمة دي قاعدة أولادك وبناتك قاعدين بيبنوا ترابهم ده بعدين نبنيها من الصفر نرجع العصر الحجري لكن نبني بلدنا من جديد ما يكون ما يكون فيها جنجويد ما يكون فيها قوات متعددة الجنسيات أتمنى إنه الاغتصاب الورك ده ده رقم كم أتمنى إنه يصحي ضمير الخونة والخيابات ليوم الليلة تقيف مع الجنجويد ليوم الليلة ليوم الليلة والحلو يا زول ما ترجل ما ترجل خليها البلد تقيف عديل بعدين اذا تحريقه كلها حريقه انت لانك انت سوداني والله الخيانه فيكم والله يتكتب فيها كتب في خيانه اكثر من, خي من, من الطعن في الظهر في الظروف دي ما في خيانه اكبر من دي الحلو ما في خيانه اكثر من دي انت والقحاطه والخونه دي كل زول واقف مع الجنجيد كله زول اشتروا بقرشين ما في خيانه اكبر من دي تاني ما في يا ريت لو المساله هي حرب اهليه يا ريت لو المساله هي حرب مع دوله ثانيه واحتلتنا عديل كسرتنا وقرعت بلدنا ومشت بشق القلب خيانة السودانيين نفسهم أنا مؤمن بأن التراب ده ما بيتقلع مننا مؤمن أن التراب ده ما بيتقلع مننا بثبته بثبت التراب ده بإذن تعالى لأن الله وعد بنصرة الحق ونحن على حق ده ترابنا واولادنا دي قاعدين الناس تمرق الشارع تتصرف لا الناس الحجار يا اخي يتصرفوا باي طريقه أمركم من المحل اللي قاعدين فيها ولا امره انت زح خلي الجيش ده يتصرف كباشي قلت زول ده بالجنب سريع قبل ما تتخطوا كلكم انتوا بالجنب انا ما مالي يدي بالشباب ما مالي يدي قبل الشباب وقبل يجي برب العالمين انه سينصرنا على كل خاين من بني جلدتنا قبل من الخونة الأجانب المحتلين قعدوا موجب ولسه قدامنا الصباح في أمان الله